قناة الشيخ لحسن سليماني تقدم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتي الكرام، معلوم عند كل إنسان برا وفاجر، مؤمن وكافر مطلقا، معلوم عند الجميع أن هناك موعد لكل إنسان مع الموت، أنها مصيره اللاحق، وأن الموت حق، وأنها حاصلة لكل نفس مطلقا، لقول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. فالإنسان ما دام موقن بهذا الأمر فينبغي عليه أن يعد له العدة، وأن يعرف عنه ما أمكنه معرفته عنه. فنحن نريد في هذه السلسلة من الوقفات أن نتكلم عن الموت والقبر وما بعد القبر. هذا الموت الذي هو المصير المحتوم الذي لا مفر منه ولا مناص، لا شك أنه أمر رهيب، لأن للموت سكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره خطير وأمره جسيم، فلا ينبغي للإنسان أن يكون غافل عنه، ينبغي له أن يكون متذكر له في كل وقت وفي كل حين. ولا يكفي أنك متذكر فقط له وأنك لست في غفلة عنه، وإنما معد له العدة، أعدد له عدته، أعدد له اللائق به. ولهذا بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم رؤوا وهم يحتضرون والواحد منهم يبكي ويقول، فإذا سئل يعني عن ذلك يقول: أنا ليس الخوف من الموت ولا الفزع من الموت، وإنما أنا مقبل على سفر طويل ومعي من الزاد القليل، أو ليس معي من الزاد شيء. هذا الذي يحزن هكذا، ليس الخوف من الموت وليس الفزع منها. فإذا الإنسان يعلم أن هذا أمر حال به لا محالة، قرب أو بعد، عاجلا أم آجل، وما دام كذلك فينبغي أن يكون الإنسان مهيئ له جيد. فثم إن الموت ليس هو نهاية المطاف وليس هو نهاية طريق. وهنا ننبه على أمر، وهو أن من الناس من تسمعهم، هدانا الله وإياهم على كل حال، يقولون: نقل فلان إلى مثواه الأخير. حينما يقبر الإنسان وينقل إلى قبره يقولون: مثواه الأخير. وهذه الكلمة لا ينبغي أن يقولها الإنسان، ليس القبر مثواك الأخير، بل هناك بعث بعد القبر، وهناك حشر بعد القبر، وهناك سؤال، وهناك حساب وعقاب وميزان. فإذا ثم بعد ذلك جنة أو نار، فهذا هو نهاية الرحلة، هذا هو في الحقيقة المثوى الأخير، إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا القبر هذا الذي قلنا أنه ليس المثوى الأخير في الحقيقة، إنما هو محطة من المحطات الموصلة إلى نهاية الرحلة، فهو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان بعد أن يقبر وبمجرد انصراف الناس الذين تولوا أمر الدفن، بمجرد انصرافهم عنه يأتيه الملكان، كما ثبت ذلك في السنن وفي الأحاديث الكثيرة، أنه ما زال يسمع قرع نعالهم حتى يأتيه الملكان فيقعدانه ويسألانه تلك الأسئلة التي ينبغي أن يكون معد للجواب لها. معد ليس أن تحفظ الجواب، وإنما اعمل العمل الذي يجعلك توفق للجواب، لأن هناك لابد من توفيق. إنسان إذا ثبته الله سبحانه وتعالى يجيب، وإذا ألهمه الجواب يجيب، وإلا يتزعزع مهما كان يحفظ. لا تظن أن الحفظ للألفاظ التي تجيب بها هو المراد، لا، وإنما المراد أن تعمل العمل الذي يجعلك بإذن الله تبارك وتعالى تثبت عند السؤال وتلهم الجواب. نعم، فإن أجبت بما ينبغي أن تجيب به وكان جوابك إيجابيا على النحو المطلوب، وهذا قلنا بناء على عملك، فإنك يفسح لك في قبرك مد البصر، ويقال لك: نم هنيئا، تنعم في قبرك، لأنه كما مر إنما هو روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر جهنم، فتنعم هذا النعيم المراد. وإلا إذا لم يكن الأمر كذلك فما المصير؟ إذا لم يكن توفق للجواب
وإذا لم توفق في السؤال ولم توفق للجواب نسأل الله السلامة والعافية، فإنه يضيق عليك في قبرك حتى تختلف أضلاعك نسأل الله العافية، وتبقى عندئذ أيضا معذب في قبرك، لأن عذاب القبر ثابت لا ينازع فيه إلا ضال. عذاب القبر ثابت بالنصوص الصريحة الصحيحة الكثيرة من السنة، وكذلك يفهم من القرآن من عمومات القرآن طبعا، من ذلك قول الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا العرض على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة ما هو إلا في القبور طبعا، فهذا مما لا ينكره إلا أهل الأهواء وأصحاب الفرق الضالة نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستعاذة من عذاب القبر، كان لا يسلم من صلاة إلا بعد أن يستعيذ بالله من أربع، ومن بينها وأعوذ بك من عذاب القبر. فعذاب القبر حق لا يماري فيه مسلم، لا ينبغي أن يماري فيه سني. نعم، فإذا هذا العذاب نسأل الله السلامة والعافية يحل على من يستحقه الله عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد، ويصرف عمن لا يستحقه. فالإنسان إذا كان في عمله في الدنيا عمل خير ومسعاه مسعى هداية، فإنه بذلك ينعم في القبر، وإذا لم يكن الأمر على هذا المنوال فإنه لا ينتظر نسأل الله العافية إلا عذاب القبر وما بعد عذاب القبر. عذاب القبر مع خطره وعظمه فإنه في مقابل ما بعده أيضا ليس شيء، لأنها مرحلة فقط مهما طالت. هناك أناس ماتوا منذ آلاف السنين هذا معلوم، وهم في قبورهم إلى الآن، وهم في قبورهم إلى قيام الساعة، ولكن هذا كله يعتبر شيء وجيز مقابل إذا قورن بما بعد القيام لرب العالمين، إذا قورن بيوم القيامة فإنها خلود أبدي سواء في لأصحاب الجنة أو لأصحاب النار. نعم هناك أناس قد يدخلون النار ثم يخرجون منها بفضل الله تبارك وتعالى، وبفضل ما احتوته ضمائرهم وقلوبهم وانطوت عليه صدورهم من توحيد الله عز وجل، وعندهم الآثام والمبقات وكذا. هؤلاء قد يدخلون النار بسبب ما عندهم من المخالفات العظيمة الجسيمة، ومع ذلك في آخر أمرهم يخرجون منها بسبب لا إله إلا الله، بسبب كلمة الإخلاص كلمة التوحيد، يخرجون بعد ذلك من النار بعد أن امتحشوا فيلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. هذا موجود، ولكن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، والكافر الذي مات على الكفر لا يخرج من النار أيضا أبدا نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ستكون لنا وقفات في هذا السياق بإذن الله تبارك وتعالى، سلسلة من الوقفات في هذا المنوال وفي هذا السياق وعلى هذا النحو، فترقبوها بحول الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.